أشرف السلطات المحلية وعلى رأسها السيد الأمين العام للولاية ممثلا للسيد ولي الولاية على معرض للصناعة التقليدية يتمثل في مختلف الصناعات التقليدية المعروفة بولاية إليزي، إضافة إلى ذلك معرض جاء أجنحة خاصة لأجهزة الدعم. أبينا أن نشارك غرفة الصناعة التقليدية لولاية إليزي في معرض خاص باللوحات والفني، اللوحات الفنية المتعلقة بالصخور والنقوش الموجودة في التسيلي ناشر، ولهذا نبرزوا باش نوروا المعرض نتاعنا باش على الأقل تكون عنده ثقافة التراث في المحيط نتاع الإنسان الطبيعي في المنطقة.